في لحظة فارقة من تاريخ هذا البلد المليء بالمآسي، في مثل هذا اليوم منذ 9 سنوات مضت على جريمة نستحضر فيها أرواح من مروا على جسر الكرامة، لحظة أطلق المخلوع صالح قتلته ضد ثوار فبراير السنيين وارتكب المجزرة. أهلا بكم في ذكرى جمعة الكرامة، هذا اليوم الحزين من تاريخ اليمنيين، تلك اللحظة التي سفكت فيها أرواح شباب خرجوا بحثا عن حرية وخبز فقتلهم صالح، شباب طاهر حمل مسؤولية التغيير السلمي وانطلق في مساعي التغيير فيما انطلق التحالف الانقلابي بأدوات الهدم وبارود التفجير. 9 سنوات ما زال الضحايا يبحثون فيها عن عدالة انتقالية تضمن حقوقهم والإنصاف من القتلة الذين لا يزالون طلقاء محصنين من العقاب بعد أن منحوا الحصانة كمكافأة غير عادلة. 9 سنوات اتسعت فيها خارطة الدم اليمني وكبرت الجراح، فليتذكر اليمنيون مجزرة جمعة الكرامة؟ أم أن كل جريمة تنسينا أختها؟ وهل يمكن تجاوز كل هذه الجرائم بمصالح تقفز على حقوق الضحايا؟ هل سيشهد القتلة حصانة سياسية تمكنهم من الإفلات من العقاب؟ أم أن اليمنيين أدركوا أن الإفلات من العقاب اليوم لن يكون حلا لمستقبل اليمن؟ حدث لا يمكن أن يمحى، وجريمة أليمة ستبقى مغروسة في ذاكرة اليمنيين لزمن طويل، وهم يحملون سفرا من الوجع اليمني الممتد حتى اللحظة. 9 أعوام على أول مذبحة وأخطرها في تاريخ اليمنيين الحديث، تعود فتعيد لذاكرة اليمنيين صوراً عن مدى بشاعة وحقد الطغاة وتجدد تفاصيل لا تنسى. 18 مارس 2011، لحظة أخرج صالح ما بجعبته من الشر وأطلق قتلته بحق شباب عزل بساحة التغيير بصنعاء، مزهقاً أرواح العشرات من المتظاهرين السلميين الذين لم يكن لهم من ذنب سوى ممارسة حقهم السياسي في التعبير عن مطالبهم بالحرية والعدالة الاجتماعية. لاحقاً أكمل القاتل أركان جريمته التاريخية، فتحالف مع مخلفات الإمامة لإسقاط ما تبقى من الدولة ومن حق اليمنيين في الحياة. بعد 9 أعوام، وعلى الرغم من أن قائمة الشهداء طالت كثيراً منذ ذلك اليوم، إلا أن اليمنيين لا يزالون يحملون صور شهداء الكرامة وفي قلوبهم وفاء خاص لهؤلاء الثلة من الشباب الذين بذلوا أرواحهم يومها في سبيل خلاص الشعب. لا يزال ملف جمعة الكرامة التائه يبحث عن القصاص من القتلة ويؤكد ألا مصالحة مع القتلة، وأن أي مساعي سلام مع الانقلابيين هو قفز على حقوق الضحايا. كان إفلات قتلة شهداء الكرامة من العقاب أول أسباب الوصول لما يعيشه اليمنيون اليوم، ودرساً جارحاً للتاريخ مفاده أن أي محاولة لإفلات القتلة الجدد لن يكون سوى كارثة مستقبلية وجريمة بحق اليمنيين. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة التي خصصناها لذكرى جمعة الكرامة نستضيف فيها الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخيرات. أهلا بك أستاذ محمد. اليوم ذكرى جمعة الكرامة، فاتحة الدم في حياة اليمنيين في تاريخنا المعاصر خلال هذه الفترة، كيف تنظر إلى هذه الذكرى؟ تحية لك والمشاهدين، والرحمة لشهداء جمعة الكرامة ولكل شهداء الثورة الشبابية السلمية وشهداء النضال الوطني والإنساني العظيم ضد الطغيان والاستبداد والكهنوت صالح أو الكهنوت الإمامي المتمثل بميليشيا الحوثيين. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. جمعة الكرامة كانت حدثا مفصليا في الحقيقة في تاريخ اليمنيين وفي مسار الثورة الشبابية السلمية، بقدر ما نتذكر بحزن عميق تلك المأساة المروعة، أيضا نقف بإجلال كبير للشباب الذين أظهروا شجاعة وبسالة وقدرة على التضحية من أجل أهداف سامية، إسقاط الاستبداد و
كان الشباب الذين استهدفوا يوم جمعة الكرامة في الحقيقة يحملون أحلام الشباب اليمني المتطلع إلى دولة القانون والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان والحرية، ولكنهم قوبلوا بتلك الوحشية المفرطة من القمع وإطلاق الرصاص على مجموعة من الشباب العزل في الحقيقة، انتهوا للتو من صلاة الجمعة وكان القاتل حينها يستعد لارتكاب تلك المجزرة المروعة. ففي الوقت الذي نتحدث بحزن ونشارك أهالي الضحايا أيضا هذا الحزن في كل سنة في الحقيقة وفي كل ذكرى، أيضا كانت يعني نقف أيضا ك يعني لنرى نقطة مضيئة في الحقيقة ذلك الصمود والشموخ الذي أبداه الشباب في مواجهة آلة القمع، وكانت هذه المجزرة أيضا قد أسقطت القناع الذي يتخفى خلفه المستبد والطاغية وأظهرته على الوجه الحقيقي كما هو دون أي أقنعة أو أغطية يحاول أن يتوارى حولها. كانت لحظة فارقة ولا يزال اليمنيون كلهم يتذكرون جمعة الكرامة كحدث كان له الكثير من التداعيات، سواء على مستوى اهتزاز نظام الحكم في تلك اليوم وتداعياته على مستوى استقالات جماعية لمسؤولية الدولة، أو حتى أيضا يعني أنه كان نقطة تحول في مسار الثورة الشبابية السلمية كان لها ما بعدها أيضا من التفاعلات ومن التداعيات. المؤسف في الحقيقة أنه حتى هذه اللحظة والذكرى التاسعة التي نعيشها لا يزال القتلى طلقاء، ويعني وإن كان في الحقيقة صالح قد قضى نحبه حتى على يد حلفائه، وهذه ربما جزء من السنة الإلهية في عاقبة الظالمين، لكن أيضا لا يزال هناك طلقاء آخرون. نعرف أنه عندما شرعت النيابة العامة في التحقيق بالمجزرة تم إعفاء النائب العام حينها عندما بدأ باستدعاء بعض المشتبهين أو المتهمين بالجريمة، ومنذ تلك اللحظة بدأ أيضا السير في طريق العدالة المفقودة والتلاعب بمجريات التحقيق. نعم، يعني برأيك لماذا استمر حمام الدم طوال هذه التسع سنوات؟ وكأن يعني قص شريط لليمنيين بأن هذا الدم سيستمر. للأسف الشديد أنه عندما يعفى المجرم من المحاسبة وعندما يظن أنه بمأمن من العقوبة فإنه يتمادى في ارتكاب المزيد من الجرائم والاستهتار بالحق في الحياة، هذا الحق المقدس الذي أهدره النظام في حق شباب الثورة الشبابية السلمية، رغم أن الشباب كانوا حينها في أشد الحرص على الحفاظ على سلمية الثورة الشبابية الشعبية وعدم الدخول في أي محاولة لعسكرة الثورة، لكن هذه المجزرة في الحقيقة هي كانت من ضمن أبعاد ارتكابها هو محاولة جر الثورة السلمية الشبابية إلى مربع العنف، ولم ينجح حينها النظام. بطبيعة الحال استمر نزيف الدم لأنه عندما تم التوقيع على اتفاق التسوية بموجب المبادرة الخليجية تضمنت في ضمن بنودها الحصانة عن الجرائم، وتم التعامل مع مذبحة الكرامة على أنها حادث جنائي عادي للأسف الشديد، رغم أنها في الحقيقة جريمة حرب وجريمة منظمة وجريمة سياسية أيضا، لكن تم التعامل معها كأنها جريمة جنائية عادية، وبالتالي منح المتورطون في جرائم حقوق الإنسان من أركان النظام حينها الحصانة للأسف الشديد. وكانت هذه سابقة خطيرة أرست مناخ مواتي للإفلات من العقاب في البلاد، وتوالت بعدها أحداث العنف وجرائم القتل وصولا يعني أن الإفلات إلى هذا المشهد الدامي الذي نراه اليوم. الإفلات من العقاب يؤدي إلى دورات عنف بالتأكيد مستمرة. الإفلات من العقاب ومحاولة منح المرتكبي جرائم حقوق الإنسان
الحصانة أو الضمانات عدم المحاسبة والملاحقة والعقاب، كل هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى إشاعة مناخ مواتي للإفلات من العقاب، ويتمادى القتلة والمجرمون في ارتكاب المزيد من الجرائم. وبالتالي أيضا من الواضح أن مذبحة جمعة الكرامة أسست لدورات عنف نشهدها اليوم. هذا المشهد الدامي في اليمن هو أيضا حلقة في مسلسل بدأه النظام في جمعة الكرامة، ثم تمادى بعد ذلك بالتحالف مع ميليشيا الحوثيين التي تعد امتدادا لمشروع الإمامة، وبكل ما تحمله من الكراهية والحقد للمجتمع اليمني، وكل ما تحمله أيضا من موروث يعني عنف وقمع وترهيب بحق اليمنيين. امتد هذا المشهد إلى هذه اللحظة، واليوم نشهد في اليمن دورات عنف وحلقات من العنف والإجرام والقتل والاستهتار بدماء اليمنيين على هذا النحو. اليوم عندما يعني تقوم الميليشيا الحوثية بالقصف العشوائي، حتى أحيانا بصواريخ باليستية على قرى وعلى أحياء تجمعات سكنية، وأيضا تزرع الألغام بشكل كبير في الطرقات لحصد أرواح المدنيين، هي بذلك فقط يعني تؤكد استهتارها الواضح بدماء اليمنيين. وبالتالي هذا المشهد وهذا السلوك جزء من دوافعه هو الضمان الإفلات من العقاب الذي أرسته الحصانة بعد جمعة الكرامة. نعم، إذن أستاذ محمد، برأيك يعني جريمة جمعة الكرامة ربما أنت تحدثت أنها لم تكن جريمة عادية وتمت بوحشية يعني لم يعهدها اليمنيون، نظام دولة يقتل شباب أعزل في وقت صلاة الجمعة، برأيك لما لم يتم تدويل مثل هذه الجريمة لتأخذ على الأقل صداها لدى المجتمع الدولي، أو كيف مرر العالم جريمة مثل هذه؟ الحقيقة أولا كان النظام حينها لا يزال هو الحاكم، واستمر حكمه يعني استمر النظام في السلطة إلى ما بعد جمعة الكرامة ربما بسنة أو أكثر، وبالتالي حتى بعد أن تم انتخاب رئيس جديد للبلاد كانت مؤسسات الدولة كلها لا تزال بيد صالح وأركان حكمه، وبالتالي حتى أيضا مؤسسات الأمن والاستخبارات والجيش كانت كلها من أسرة علي صالح حينها، وكان يسوق للمجتمع الدولي أيضا أو يحاول تشويه النضال السلمي والثورة الشبابية السلمية. وحتى في تلك اليوم نتذكر موقف صالح في المساء وهو يلقي بالمسؤولية على أهالي حي الجامعة في الدائري بأنهم المتورطون في ارتكاب المجزرة، ويلمح إلى أن الأهالي ضاقوا ذرعا بوجود المعتصمين في ساحة الجامعة. وبالتالي كانت من تلك اللحظة يعني محاولة أولا عمد إليها النظام لتضليل المجتمع الدولي إزاء حقيقة الأحداث، لكن في الحقيقة كانت الأمور واضحة بالنسبة للمجتمع الدولي، المنظمات غير الحكومية اشتغلت على هذا الموضوع، ولكن للأسف أيضا يبدو أنه كانت هناك إرادة إقليمية ودولية بأن لا يعاقب النظام السابق، وفي نفس الوقت أيضا القوى السياسية اليمنية ربما ارتأت حينها أنه يمكن منح النظام السابق حصانة من الملاحقة حتى يغادر السلطة، وكان هناك مبررات حينها تسوقها القيادات السياسية بأنه لو تم الحديث عن معاقبة النظام وأركان حكمه فإن هذا سيغرق البلد في مزيد من الدماء والعنف، ولكن آثرت القوى السياسية حينها التي كانت تمثل يعني رافعة سياسية لمطالب الثوار بأن يتم المساومة على مسألة جمعة الكرامة والمذابح التي حصلت أثناء الثورة الشبابية السلمية مقابل خروج النظام عن الحكم أو رأس النظام علي صالح عن السلطة، وإحداث تغيير سياسي وتبادل سلمي للسلطة، ثم بعد ذلك لكل حدث حديث. لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ الحقيقة أنه المجتمع الدولي أيضا انطلت عليه هذه الفكرة ورأى أنه بالإمكان وقف عجلة التغيير في البلاد والثورة بأقل تكلفة ممكنة، وإن كان على حساب أيضا دماء شباب الثورة،
لكن الحقيقة أنه كان هناك إرادة إقليمية أيضاً لوقف عجلة التغيير في البلاد والترتيب للبدء بانطلاق شرارة الثورة المضادة التي قضت على كل مكتسبات الثورة الشبابية السلمية، بما في ذلك أيضاً حتى مطالب المحاسبة الذين ارتكبوا جرائم بحق شباب الثورة. كان هناك في الحقيقة بعض التحقيقات والتقارير التي أصدرتها منظمات دولية حقوقية مثل Human Rights Watch، هناك تقرير أصدرته بعد سنوات من مذبحة الكرامة، تحدثت فيه عن العيوب التي شابت عملية التحقيق في مذبحة جمعة الكرامة، وأشارت إلى كثير من التفاصيل في هذا السياق، واتهمت المسؤولين في نظام صالح بالتواطؤ مع تضليل العدالة وعدم السير في طريق التحقيق بما يؤدي إلى ضبط المتهمين الرئيسيين في المذبحة. أشارت أيضا إلى أن الحكومة الانتقالية حينها بعد انتخاب الرئيس هذه لم تكن قادرة على ولم أيضا تتخذ موقف حاسم من هذا الموضوع. اسمح لنا فقط أن ينضم معنا الأستاذ حسين المشدلي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ حسين. أهلا بك أستاذ حسين. من خلال عملكم في اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كيف تم التعامل مع ملف جمعة الكرامة، ولا سيما أن اللجنة أنشئت للتحقيق في الانتهاكات التي تمت في 2011 على وجه الخصوص؟ شكرا لإدارة هذا الموضوع، وفي البداية نترحم على شهداء لجنة الكرامة في طوال يوم وتسع سنوات مرت في الفتيس لجنة الحقوق أنها مجرد أيام. طبعا الشهداء يعني بدماءهم فقد مجتمع في ظلام هذا الوطن، وبالتاكيد يعني هم حاضرين في كل منعطفات هذا البلاد. باسمنا اللجنه الوطنيه كما اشرت في انشاء اللجنه رقم 140 سنه 2012، صدر لك على ضغط من المجتمع المدني المحلي ومنظمات المجتمع المدني الاجنبيه والدوليه، وبناء على قرارات مجلس الآن بتحديد قرار 2014 الذي نص على ضرورة إنشاء لجنة وطنية للتحديد في انتهاكات 2011 والتي صاحبت العام 2011 من ضمنها جمعية الكرامة، وصدر بناء على ذلك القرار 140 سنة 2012 والقرار الذي نص على إنشاء لجنة وطنية لتقوم بالتحديد في انتهاكات 2011 بالتحديد، وفيما بعد وبعد اندلاع الحرب في اليمن في 2014 تم ادخال موضوع التحديث في الانتهاكات المتعلقه بالدول الانساني والدول الانسان ضمن مهام اللجنه. وكما يعني نعيد الكلام ان اللجنه اساسا انشئت للتحديث في انتهاكات 2011 من ضمنها المحكمه الكرامه. الجهود اللجنه التي بتسعى في هذا المجال هي اولت هذا المجال كل احتمالها، قامت برفض او توثيق كافه الضحايا التي ارتبطوا في جمعية الكرامة، كافة الانتهاكات التي حصلت خلال العام 2011 2012، ولم تأكد التوضيح أيضا أن قضايا اللجنة تبدأ الزمن تبدأ من الانتهاكات التي فتحت أو حصلت في يناير 2011، منها فيما يتعلق بالانتهاكات التي صاحبت فبراير لم تختفي فقط رفض التوثيق ورفض التوثيق والتحديد في انتهاكات الكرامه، بل ايضا فيما حصل في مجزره ونحر السعد في ساحه البيضاء في ما حصل في نارب في كل الانتهاكات التي حصلت في كافه الساحات التي وهمت مهاجرتها من قبل عناصر ما يسمى بالعناصر ذلك الوقت وفقدت فيها الكثير من الشهداء. كانت لدى مجلسها خطه أو كانت اللجنة برنامج تكلمت عن حتى يعني أنها ستفرد تدريب خاص لموضوع الانتهاكات التي حدثت في العام 2011 وستطلبها على الملأ، هذا إلى جانب ما خولها قرار إنشاء اللجنة من أن تقوم بإحالة المتهمين إلى الضباط
ايضا من الاقتصادات اللي بدنا نطلب التقارير عامه ونشرها على اوسع نطاق ونسلمها الى السلطه القضائيه ايضا ونسلمها الى المجتمع الدولي والى رئيس الجمهوريه. وكان ضمن خطه اللجنه للتوقيع عن تكتب تقرير خاص عن موضوع انتهاكات 2011 بما ذلك الملابح التي تكلمنا عنها. لكن توالت الاحداث والتقرير تقريبا شبه جاهز او معد لدى اللجنه، لكن توالي الاحداث هي بعد ما حصل في ديسمبر 2019 في صنعاء ثم ما تمت احداث اخرى كانت يعني وضع التقرير العام وطرح التقرير العام في او نشره في مثل هذه الاوقات وكانه استقصاد لطرف سياسي معين. هذا لا يعني ان حقوق هؤلاء الضحايا نحن قد انصفقت، بالعكس هناك قضايا او انتهاكات من العالم 2011 اقيمت من ضمن المنصات التي اقيمت للنائب العام للتحديد فيها والاستكمال الاحتياط اللي من تعمد الى المحاكم. الانتهاكات التي حصلت في 2011 بالاضافه الى جمله الكرامه واحرام. نعم يعني المعروف استاذ حسين انه هناك دعوه، نعم كان هناك دعوه قضائيه تقدم بها بعض اولياء دم الشهداء، الى اين وصلت تلك الدعوه؟ والحقيقه ان ال ال الراي الذي لمسناه نحن في اللجنه الوطنيه ونحن نقول بالتحقيق في هذه القضيه ان هناك او عدم رضا من المجتمع وضعات المجتمع المدني من المحامين العاملين على هذه القضيه من اهالي الضحايا ايضا من مساله عدم شمول قرار الاتهام كافه المشاركين في موضوع المجزره. ولهذا راينا اننا نقوم نحن بالتحديد فيها ويعني لا نعتقد حقيقه يعني بما تم من اجراءات وجود القوى العامه في ذلك الوقت لانها لم تكن نهايه قهوه مستقله بالمعنى الاصح. ولهذا قمنا باحداث ملف قانون قضائي مستقل يشمل ما توصلنا اليه من متهمين في هذا الجانب وبكل حياديه واستقلال. الملف الذي اسمع او سمعت عنه انا عندما كنت في هذا الموضوع انه توقف ضمن يعني توقفت موضوع المحاكمه من ضمن الامور التي توقفت مع يحصل عن جدا بما في البيت. انا لم يتم موالاه الاجراءات في هذا الموضوع لاحقا. و الذي اعرف عنه مثلا في موضوع ساحه القضاء هناك كان اشخاص متهمين بالاعتداء على المتظاهرين واطلاق النار وقتل حوالي 2 اشخاص واصابت عدد من المتظاهرين. عندما تم دخول الحلقه البيضاء من قبل عناصر جماعه الحوثي تم اطلاق صراحة على المتهمين وهم كانوا في السجن المركزي وحاكموا وقدموا للمحاكمه لكن تم اطلاق سراحهم. حقيقه لا ليس لدي المعلومات عن جرات جهه المتهمين الموجودين اذا كان المتهمين موجودين حتى الان او تم اطلاق سراحهم في السجن المركزي في صنعاء. هذه المعلومات ليست لدي. نعم إذن شكرا جزيلا لك حسين المجدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. إذن أعود إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، هل تجد بأن عمل اللجنة الوطنية يسير يعني كما يفترض به؟ يعني ما الذي يتوجب عليهم الآن بعد أن وصل الملف إلى طريق شبه مسدود؟ الحقيقة أولا للأسف لم يكن الصوت واضحا ربما من المصدر، كنت أتمنى أن أسمع بشكل جيد ما الذي طرحه الأستاذ حسين المشدلي فيما يتعلق بإجراءات السير في قضية مذبحة جمعة الكرامة من قبل اللجنة الوطنية، لأن اللجنة الوطنية أنشئت أساسا كانت لتكون لجنة مستقلة في التحقيق في جمعة الكرامة وفي الهجمات الدامية التي شنها نظام صالح على شباب الثورة الشبابية السلمية إبان أحداث الثورة، وبالتالي لم يكن من الواضح ما الذي تم في هذا السياق. لكن
اليوم منظومة العدالة بكلها في اليمن مختلة. المركز العاصمة صنعاء، مركز مؤسسات الدولة، لا يزال تحت سيطرة الحوثيين كما نعرف. عملت حتى الميليشيا الحوثية على تجريف العمل القضائي بشكل كبير، عملت على إحلال كوادر في مؤسسة القضاء، ووجهت أيضا القضاء لخدمة مشروعها الطائفي ولخدمة أهدافها. كما نعرف يعني استخدمت القضاء مجرد أداة في حربها على اليمن وعلى القوى السياسية، وبالتالي لا نعرف أين وصل ما يتعلق، أين وصلت القضية فيما يتعلق بمن كان من المحتجزين على ذمة التحقيق في أحداث جمعة الكرامة. لكن حد علمي أن الكثير من من كانوا محتجزين أطلق سراحهم تباعا، كان بعضهم إما بفعل الضغوط من قبل نافذين أثناء حكم صالح، أو حتى فيما بعد أيضا أطلق سراح بعض المتهمين أو الموقوفين على ذمة التحقيق في مذبحة الكرامة. لكن بالمحصلة المتهمين الرئيسيين في هذه المذبحة لم يكونوا قد مثلوا أمام النيابة للإدلاء بشهاداتهم. يعني بدءاً بعينها، يعني أسماء بعينها، صاحب كان هناك استدعاء لنجل علي عبد الله صالح، أحمد علي عبد الله صالح، ويحيى محمد عبد الله صالح، وأيضا الأمن القومي عمار محمد عبد الله صالح، ومحافظ المحويت غازي أو يعني وابنه أيضا كانوا متهمين بالتورط في تلك المذبحة، ومتهمين رئيسيين آخرين لم يمثلوا أمام النيابة طيلة السنوات الماضية، ولم يكونوا جزءا من ملف التحقيق في القضية. وبالتالي القضية حدث فيها تلاعب التحقيق منذ البداية طبعا، ولا أحد يدري حتى هذه اللحظة أين ما هو مصير التحقيق في مذبحة الكرامة، أو مصير أيضا حتى الموقوفين على ذمة التحقيق. نعم، يعني ما الذي بيد أهالي ضحايا الكرامة اليوم في ظل الانقلاب والحرب؟ أولا الحقيقة أنه من المهم لليمنيين كلهم أن يحتفظوا بذاكرة هذه الأحداث المؤلمة، أن تكون جزءا من الذاكرة الشعبية، وأن يتم إحياء هذه الأحداث سنويا، حتى لا يفقد اليمنيون أيضا أو لا يطويها النسيان هذه الملفات وهذه الأحداث الدامية. يجب ألا يطويها النسيان، وأن تظل حاضرة في وجدان وفي ذاكرة الشعب اليمني على الأقل حتى تحين الفرصة والظروف المناسبة لمحاسبة المتورطين، وهي جزء أيضا من تاريخ الشعب اليمني، ولأن هذه الدماء التي أريقت وأزهقت في شوارع صنعاء يوم جمعة الكرامة، هذه الحقيقة كانت يعني نبراس مضيء لليمنيين في طريق النضال والحرية وإنهاء حكم الاستبداد والعائلة. وبالتالي يجب أن تكون جزء من ذاكرة اليمنيين وحاضرة دائما في كل المحطة التاريخية، وتحظى أيضا بالتقدير والاحترام، لأنها جزء كما قلت من تضحيات اليمنيين ونضالاتهم. ما يتعلق بدور أهالي الضحايا، أيضا شهاداتهم تبقى حاضرة وحية، سواء لوسائل الإعلام أو للمنظمات الحقوقية، وتظل مطالبهم قائمة في التحقيق بشكل نزيه ومستقل وجاد، ومحاسبة كل المتورطين في هذه المجزرة المروعة. وبالتالي هذه أعتقد خلال هذه المرحلة ربما يبدو المشهد قاتما بسبب غياب منظومة العدالة وعدم قدرة أهالي الضحايا على فرض إعادة التحقيق في المذبحة واستدعاء المتورطين في تلك المجزرة. ولكن بالإمكان أيضا أن تبقى الأحداث حاضرة بشهادات أهالي الضحايا، بشهادات الناجين من المذبحة، خصوصا بعض الجرحى الذين يعني يمكنهم الحديث أيضا لوسائل الإعلام وللمنظمات عن يوميات أو عن تلك اللحظات، وعن اليوميات التي أعقبت مذبحة الكرامة، وكيف سارت عملية التحقيق، وكشف عوار عملية التحقيق والعيوب التي شابتها.
هذا الذي أعتقد بمقدور أهالي نعم. الضحايا وعلى أيضا الناشطين في المجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين أن يكون لهم دور أيضا في العمل على حفظ ذاكرة اليمنيين فيما يتعلق بكل أحداث التي شهدها اليمن طيلة السنوات الماضية منذ انطلاق ثورة الشباب السلمية وما طالها من عمليات قمع وعنف. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا المحامي علي هزازي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور والعافية لكم ولجميع مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أهلا بك أستاذ علي. أنت كنت أحد المحامين في ساحة التغيير، المكان الذي حدثت فيه مجزرة جمعة الكرامة. بحسب اطلاعك إلى أين وصل هذا الملف؟ نحن اليوم في الذكرى التاسعة لمجزرة جمعة الكرامة، تلك الذكرى الأليمة التي قضى فيها ما يقارب 46 من شهدائنا الأبطال وأصيب فيها أكثر من 200 جريح. ونحن اليوم نتذكر أولئك الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية، في سبيل الكرامة، في سبيل أن نحيا في 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 يمن جديد. لكن ما تزال تلك الدماء إلى اللحظة، وما زال تلك التضحيات مستمرة، وما زالت تلك الذكرى هي الوقود الذي يستمد من كل الثوار في اليمن إيمانهم وعزيمتهم بيمن جديد. فيما يخص مجزرة جمعة الكرامة، ولعل الكثير من ضيوفي كانوا أيضا حاضرين هذه المجزرة المؤلمة التي حدثت بعد صلاة الظهر، وكان المجرمين في هذه الواقعة كان الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأبناء ونجلة شقيقه يحيى ومحمد وعمار، بحسب أيضا الكثير من التحقيقات وبحسب أيضا ما أوردته الكثير من التقارير الدولية بما فيها تقرير الهيومن رايتس. نعم أستاذ علي، هل دفن ملف القضية دون أن يتم إثبات من هو الجاني وفرض استحقاقات العدالة وجبر الضرر؟ لا يمكن القول بأن ملف كملف جمعة الكرامة يمكن أن يطوى أو أن ينسى أو أن أيضا يغلق مثل هذا الملف. تعرفين وأنت واحدة من أبناء هذا الوطن الأحداث التي توالت بعد جمعة الكرامة، المبادرة الخليجية وما وضعته من حصانة أيضا للرئيس السابق، تعلمين أيضا إجراءات العدالة الانتقالية التي كانت المجتمع يشهد مخاض كبير، وكان هناك من يطالب بالمصالحة الوطنية ومن يطالب بالعدالة الانتقالية، وأيضا انقلاب الجماعة الحوثي والأحداث التي تشهدها اليمن إلى اليوم. وبالتالي لا يمكن القول بأن ملف مثل ملف جمعة الكرامة، لكن ذلك الملف سيظل مفتوح. عندما يحدث أي استقرار في اليمن سيكون ملف جمعة الكرامة واحد من الملفات الرئيسية التي سيعاد طرحها من جديد، ولكن على قضاء عادل ونزيه. نعم، إذن أستاذ علي، لماذا لم يستفد اليمنيون من هذه الحادثة في إيقاف عجلة العنف والدم؟ على العكس ربما ازدادت وتيرة هذا العنف، يعني هل ربما لأن الجاني لم ينل عقابة؟ الجاني لم ينل عقابه، لكن أيضا استمرار الثورة واستمرار هذا النزيف من الدماء عطل كل أدوات العدالة الانتقالية أو حتى القضاء بشكله الضعيف الذي كان آنذاك. لكن أختي العزيزة، أيضا المشاهدين، الثورات جميعا في مختلف دول العالم وبقاع العالم تمر بمثل تلك المنعطفات ومثل تلك المؤلمة، لكن مهما طال الزمن ومهما مضت الفترة
يظل صوت الحقيقة باق، ويظل صوت الأمل موجود في النفوس، ويظل أولياء الضحايا والثوار يحملون تلك الجمرة في قلوبهم حتى تتحقق العدالة الانتقالية لأبنائهم، تتحقق العدالة الانتقالية لرفقاء دربهم، تتحقق العدالة الانتقالية للمجتمع كله. نحن بحاجة أيضا إلى سلام، وبحاجة إلى عدالة انتقالية ناجزة، وبحاجة أيضا إلى أن ينال كل من اعتدى على أو انتهك الحقوق والحريات جزاؤه، وهذا هو أيضا البلسم للجراح، وهو أيضا الشافي للمجتمع من دورات العنف. نعم، إذن أستاذ علي شكرا جزيلا لك. علي هزازي المحامي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذا نعود إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، أليس من الغريب، يعني كان هناك أشبه بالطرفة المؤلمة، يعني ثوار الساحات تم إلقاء القبض عليهم في حادثة النهدين ولم يفرج عنهم إلا قبل أشهر، بينما الجاني الحقيقي والمتورط في الدم تم إطلاق سراحه واللعب بملف القضية حتى في ظل حكومة الوفاق. للأسف فعلا من المفارقات أولا أنه حتى الشباب الذين أطلق سراحهم من شباب الثورة الذين كانوا متهمين بتفجير مسجد النهدين، الحقيقة أنه لم يستطع نظام صالح حينها ولا حتى سلطة الميليشيا الحوثية إثبات التهمة أو إدانتهم، وبالتالي ولكن أيضا يفترض إغلاق هذا الملف بالنسبة لهم أمام القضاء، خصوصا بعد أن نقلت صلاحيات المحكمة الجزائية المتخصصة رغم المآخذ على وجود هذا النوع من القضاء، نقل صلاحيتها من صنعاء إلى مأرب، لكن حتى هذه اللحظة للأسف لم يتم تفعيل هذا القرار، ولا تزال المحكمة الجزائية بصنعاء الخاضعة لسلطة الميليشيا تمارس مهامها وتحاكم حتى البرلمانيين كما نعرف ومسؤولية الدولة. إذن المفارقة أنه تم إلقاء القبض على شباب ثورة بتهمة تفجير مسجد النهدين، وتعرضوا للتعذيب طبعا الرهيب والإخفاء القسري، وثم أحيلوا إلى محاكمة ولم يتم إدانتهم، بينما المتهمون بمجزرة مذبحة الكرامة وغيرها أيضا من أعمال القمع التي تعرض لها الشباب الثورة أثناء التجمعات والتظاهرات السلمية في صنعاء أو في تعز أو في كل محافظات الجمهورية، لم نشهد محاسبة أو التحقيق مع أي من المتورطين في كل هذه الجرائم، بما في ذلك أيضا حتى القادة الميدانيين أو القادة العسكريين والأمنيين المباشرين. يعني نعرف أنه مثلا في بعض ساحات التغيير كان هناك شخصيات أمنية معينة هي المسؤولة عن القمع وعن قتل المتظاهرين، لكن لم يتم تقديم أي من هؤلاء إلى المحاسبة، ولم يتم فتح تحقيق جاد ونزيه وشفاف في أي من الحوادث التي كانت عمليات قمع للمتظاهرين السلميين. وبالتالي بالفعل هذه نوع من المفارقة، ربما استفاد النظام السابق نظام صالح من طول حكمه في وخبرته في الحكم في تشتيت هذه القضايا وفي تضليل العدالة وفي استخدام نفوذه في مؤسسات الدولة. كما نعرف كان هناك مؤسسات لكن كلها خاضعة للنظام حينه، ولم يكن هناك عمل مؤسسي مستقل حتى فيما يتعلق بالقضاء والنيابة، وبالتالي لم تنجح أي محاولات لأهالي الضحايا في محاسبة أي من المتورطين في جرائم القمع والانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين. نعم، إذن تلك الجريمة ربما تلتها مئات الجرائم الوحشية التي ارتكبتها، بداية ارتكبها نظام صالح ثم ميليشيا الحوثي والإمارات أيضا في الجنوب. كيف يمكن إيقاف حمام الدم اليمني من وجهة نظرك؟ يعني إلى متى ستستمر هذه الانتهاكات؟ أعتقد أن كل هؤلاء الذين ذكرتيهم في السؤال في الحقيقة هم كلهم يقفون حيث
المكان المقابل لأصوات الحرية، لكل يعني هم يناهضون كل صوت حر، كل نفس لحر، لمواطن حر. النظام السابق والحوثيون والإمارات كلهم في نفس المسار، في نفس الطبيعة الثقافية القمعية الدموية، كلهم يرفض أن يسمع هتافات تنادي بالحرية وحقوق الإنسان وبالديمقراطية وبالتبادل السلمي للسلطة. وبالتالي الجميع اليوم مطالب بالاستمرار في الحقيقة في درب النضال من أجل الحرية. ولأهالي الضحايا في الحقيقة نقول كما قال الله لهم، يعني ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وبالتالي هؤلاء هم أصحاب حق، كل الذين يعني قتلوا غدرا بأدوات الإمارات في الجنوب مثلا، أو الذين قتلوا في وضح النهار من الشباب السلميين في التظاهرات والتجمعات السلمية على يد قوات صالح، أو الذين يقتلون يوميا على يد ميليشيا الحوثيين، هؤلاء لهم الحق دائما أن يكون صوتهم مرتفعا، أن يكون صوتهم مرتفعا للمطالبة بمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة والانتصاف لهم، حتى كما قال الضيف العزيز قبل قليل، حتى وإن كانت هذه الفترة قاتمة ومؤسسات الدولة غائبة، لكن بالتأكيد على الجميع أن يستحضر دائما حقه في يعني في محاسبة الجميع، وأقصد تحديدا الضحايا، أهالي الضحايا، في محاسبة الذين ارتكبوا جرائم بحقهم. والجميع أيضا مطالب بمناصرة أهالي الضحايا في هذه المطالب العادلة. نعم، إذن برأيك هل مقتل صالح وذهاب نظامه معناه ضياع حق الضحايا؟ هل يمكن تحقيق العدالة حتى بعد رحيل هذا النظام؟ لا أعتقد أن حقوق الضحايا في الانتصاف يسقط بالتقادم حتى بعد رحيل النظام. هذه جرائم لا تسقط بالتقادم كما يصفها المشرعون والقانونيون. وبالتالي كما قلت أيضا، مع الاستمرار في درب النضال من أجل الحرية واستعادة الدولة ومؤسسات الدولة وإسقاط مشروع الإنقلاب الحوثي الإمامي الدموي بإمكان اليمنيين كلهم أن يقفوا صفا واحدا من أجل تحقيق العدالة وإرساء مبادئ حكم القانون ومحاسبة كل الذين تلطخت أيديهم بدماء اليمنيين. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الأحمدي، الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.